كاين ولكن الغلا صاحبي الغلا صاحبي الغلا خويا الغلا الغلا قهرنا الغلا ما قهرنا الغلا بالله ولا تجينا البكيا صاحبي يمكن بغينا نتقداو في الحاجه كتجينا البكيا لا خضره على كلشي غالي يا صاحبي كلشي غالي لا في غدا بين هذا البلاد هذه في غدا بين الهويه بالنسبه لهذا الغلاء هو انه يساعدوا مولين الفوارم تعاونوا معاهم في العلف تاعهم باش يرجعوا يتعاونوا معاهم باش يدخلوا الفلوسه باش يوجدوا السلعه باش يتساعدوا معاهم في جميع الامور الانسان اللي بغى يزيد سفير ما يزيد هذا الشيء هو اللي كان هنا كنوجهوا للحكومه هذا الشيء غالي استاذ راه حنا نتقهر والله الا تقهر راه من 16 ريال حتى 26 ريال 30 راه بزاف على دري ما شاء الله البيض الاحمر الغليظ وكاين البلدي وكاين اخويا الكروازيه وكاين الدوبل جون وكاين السمان وكاين البط وهذا هو اللي كاين اللي كيتمشى بزاف في رمضان اللي كيتفرمش في رمضان هو البيض الاحمر اما البلدي قليل الثمن ديال كل حاجه بواحد شحال يمكن تكون اثمنه دابا الاثمنه دابا اللي كاين دابا في الفرن بالنسبه اليوم دابا الاثنين اليوم كاينه 135 في الفرن 135 136 137 يعني كاينه ب 27 ريال 27 فرانك 27 جوج الفرانك اللي كاينه في الفرن الكرواجي كاينين الكرواجي اللي مشات حتى 160 فرانك هذيك اللي كان يعني كتقرب البلديه اللي بحال بحال البلديه دايره 160 فرانك 170 بالنسبه للدوبل جون كاين الدوبل جون ديال الكروازيه داير جوج دراهم جمله كاين الدوبل جون ديال الحمراء داير 100 كنزيدو حنا كنزيدو 15 يعني داير 115 150 وبالنسبه للديماراج الديماراج راه ما كاينش كاع نهائيا دابا كتعيط الانسان الديماراج كيقول لك ما كاينش الديماراج شنو هو الديماراج هو ان الدجاجه يلاه بدات كتضير يلاه بدات كتبيض يلا بدات هذا ما كاينش في السوق قليل ما كتلقاش يعني بدا يعني عاد بدات دابا شي الناس عاد الناس دابا الناس بدات كتوجد السلعه يعني غتكون الساعه من هنا لقدام يعني الخير جاي ان شاء الله باذن الله يعني واخا هاد الغلا وهذا الشيء كامل يعني مازال ان شاء الله ان شاء الله جاي الرخاء واخا فهاد الغلا واش كاين اقبال كسنوات الفارطه بالنسبه بحال 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 هذاك الشيء اللي كان كيتعمل اللي كيتباع العام اللي فات هو اللي كيتباع هذا العام قلت لك اخويا بالنسبه لهذا الاسميه اللي كاينه في السوق لا الثمن دابا الثمن الخيالي اللي ولا في السوق هو ان السلعه ما كايناش في الفورم السلعه قليله والمرض داير في الفورم فهمتيني هذا هو اللي جعل البيض انه طلع وكانوا شي فورم شحال هادي كانت يعني انتاج موجود على موجود في السوق دابا هذا الشيء اللي ولا بالنسبه للاثمنه يعني اثمنه خياليه انسان البيض ب 30 ريال ولا دابا حنا كناخذوا 130 132 بحال اليوم شرينا البيض 135 كاين البيض اللي خدم 136 137 يعني كتبيع البيض 140 فرانك بالنسبه للمستهلك كنقاس عليها الثمن فهمتيني ولكن بالنسبه حنا بالنسبه للدول الاخرين كنقارنوا حنا بالدول الاخرين يعني عندنا حنا الثمن مناسب ماشي حنا نقولوا شي ثمن انه شي ثمن خيالي السبب الارتفاع هو ان السلعه قليله في السوق السلعه قليله في السوق والفورم اخويا ضر فيه المرض دابا اللي كانت عندي اللي عنده 100000 كتبيض 60000 يعني انتاج ولا قليل في السوق وشحال هادي ان موين فورم ملي كمل اللي كان البيضه طاح ل 60 فرانك 65 يعني دوك الصغار مشاو بحالاتهم يعني بقاو لنا يعني بقاو لنا الناس الكبار هما اللي بقاو في السوق كاين شي اقبال؟ لا الحمد لله السلعه كتباع الاقبال كاين واخا الغلاء الاقبال كاين ولكن بالنسبه لهاد هاد الشيء يومين ثلاث ايام السوق ما بقاش كما كان يعني ديك الاقبال اللي كان في الاول ما بقاش كان الناس كيجي الانسان كيسول كيزيد في حالاته السبب ديالو هو السبب ديالو هو الغلاء 16 ريال الوحده ولات 28 زادت اكثر من النص بالنص مرضى صاحبي ولات تجيك لك يا صاحبي ولا كتجيك لا في شي بلاد اخرى الخير دابا موجود الخير موجود كاين ولكن الغلا صاحبي الغلا صاحبي الغلا خويا الغلا الغلا قهرنا الغلا والله الا قهرنا الغلا بالله ولا تجينا البكيا صاحبي يمكن بغينا نتقداو في الحاجه كتجينا البكيا لا خضره على كلشي غالي يا صاحبي كلشي غالي لا في غدا بين هذا البلاد هذه في غدا بين الهويه 18 ريال صاحبي البلاطو كنا كناخذو ب 18 ريال بلاطو 18 ريال الوحده بلاطو كيتقام عليك ب 480 ريال 500 ريال ودابا البلاطو ولا ب 45 درهم 50 درهم بزاف واللي عنده اربعه الاولاد شو ما صار ها هو الحاجه هو كنت ناخذ عنده دائما البلاطو دائما البلاطو ولكن ولي كنت ضحك كنجي كناخذ 10 بزاف الناس مسؤولين على هذا الغلاء هذا اخويا اش نقول لك الله يهديهم وصافي هاد الحكومه الله 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 يهديها علينا درنا شي حل لهاد الشيء هذا احنا مرضنا اخويا راه حنا لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا هاد الشيء غالي والله الا غالي هاد الشيء غالي استاذ راه بنا نتقهر والله الا تقهر
راه من 16 ريال حتى 26 ريال حتى 30 راه بزاف على درويش والله راه بزاف. هادشي زاد لي السبب من عندهم في الفيرما كتمشي كنا كنجيبو كثر ولكن دابا كتجيب قل. دابا الغلا كاين بزاف على الجد كاين المرس وكاين كلشي هادشي كاين بزاف. ايوا كنتمناو يهبطوا شويه قبل ديال الكليان يقبل بلا ما كيغوت بلا ما ديما كيقول لا الغلا كاين على الجد هنا بزاف انا غالي والله الا كنتمناو ينقصوا شويه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.